طبعاً كان في هنا معركة في ظرمة، غالبية الشهداء قيل إنهم قبروا في حال مقبرة. مع الأسف الآن صارت شوارع يمشي عليها الرايح والجاي. كانت تطلع جثة ناشبة كذا كاملة ويرميها هناك على العقب، فبعد المغرب جت القطار تاكل فيه، تلقى عصب باقي تاكل منه. هي مقابر، واللي ما صدق إذا كان يجوز شرعا أنها تنبث يجي لأي مكان من اللي داخل هنا ويحفر وبيلقى القبور. رحلة القبور، المأوى الأخير. لم يكن طريقا قريبا ولا سهلا، خرجنا نحو مقبرة ضاقت بساكنها. هنا دفن المئات من الشهداء والآباء والأجداد، وأحفادهم يراعونهم بأعينهم صباح مساء. عندنا الآن في المقبرة القديمة في ظرمة، المقبرة هذه تحتوي على مئات من القبور، إلا يمكن تصل إلى أكثر من 1000 قبر. مقبرة تاريخية، المقبرة هذه يعني تاريخها ما هو حديث. أنا سألت أحد كبار السن الحقيقة وقال لي هنا قبر قاضي من قضاة ظرمة، هنا بالضبط قبل السيارة اللي هناك، الشيخ ابن مرخان هذا كان قاضي في ظرمة عام 1270 عام 1270 أو 1280 في وقت الإمام فيصل بن تركي. في المقبرة الوحيدة يعني في ظرمة من 200 سنة أو أكثر من 200 سنة، أكثر من 200 سنة عند الحقيقة يعني حتى عند الغزو، لما جاء الغزو إلى اللي هو غزو الدرعية. طبعا كان في هنا معركة في ظرمة، غالبية الشهداء قيل إنهم قبروا في حال مقبرة. الجميع يعلمون أن هذه مقبرة وتلك حدودها، ورغم ذلك شقت فوقها الطرقات وبنيت عليها المدرسة وردم فوقها الرصيف، رغم أن هذا طريق تم اعتماده وهيئ للسيارات، إلا أنه حوصر بكتل خرسانية لمنع السير عليه من قبل البلدية. في إشارة صريحة لاعتراف بأن ما تحت هذا الشارع هي قبور لا يجوز السير فوقها. الكتل الخرسانية هذه الآن محاوطة الساحة هذه، هل هذا دلالة أنه بس هذه المقبرة والشوارع الجنبها ما هي مقبرة؟ لا لا لا، كلها مقابر الشوارع، وهذه بس حاطة على أساس تسكيت المواطنين البلدية. تبي تسكت المواطنين تقول أنا أسد سكت. أنتم ما تمشون بسياراتكم على الشوارع؟ والله أنا ما أقدر أمشي بسيارتي. هذه قبورهم، قبورهم مع الأسف الآن صارت شوارع يمشي عليها الرايح والجاي، والحقيقة هذا وضع مؤلم. منهم القضاة، منهم طلبة العلم، منهم المواطنين، منهم الصالحين، منهم الناس اللي راحت أمارهم الحقيقة وهم كدادة حلال. يعني الإنسان فعلا والله العظيم إنه يتألم لما يشوف الوضع اللي صار الآن هنا. الآن نشوف شوارع، هذا الطريق الآن بس مسدود بصبات، وش وضع الشارع هذا؟ هذا الطريق أيضا جزء من المقبرة. شلون صارت شارع؟ وشلون صارت شارع؟ جت البلدية وفتحت هنا طريق، وفتحت طريق آخر ورا هناك، وفتحت طريق من هنا من الغرب من هنا. كل الطرق هذه تحتوي على قبور. العابرون حيارى، فمنهم من يجعل هذه القبور تحت عجلات سيارته ويسير في طرقات وجدها مهيئة للسير، ومنهم من يتورع فيبتعد بقدميه وسيارته عشرات الأمتار عن تلك الطرقات حفظا لحرمات أولئك الأموات. في البداية بسألك، احنا ناديناك عشان نسوي معك لقاء في موقعنا اللي نصور فيه من شوي ورفضت، قلت لا تعال وهنا ليش؟ والله لأن الموقع أصلا مقبرة قديمة، ما أستطيع أني أمشي على القبور. ترفض أنك تدخل؟ نعم جدا. حتى في الشوارع ترفض؟ حتى في الشوارع، لأن هذا شيء محرم. لا طبعا ما يجوز الامتهان القبور والأموات. مدرس في المدرسة اللي خلفك الآن، كيف تروح لها يوميا؟ الشارع أنت تقوله يمر على المقبرة؟ والله الشارع يمر على المقبرة، لكن أستخدم الردمية هذه أو من وراء البيوت أطلع للمدرسة.
طبعا وتوقف يكون عند البيت القديم هذا. طبعا ما استطيع اني اتقدم اكثر لان في جزء من الشارع المقبرة. نلاحظ انه الان في سيارة جاية وماسكه الطريق الترابي الان وتاركه الطريق المسفلت، هذا يعني يمكن يدعم توجهك ووجهة نظرك. صحيح، لان في بعض الناس ما زال يسلك هذه الطرق تحرجا من السير على المقابر. قصص مؤلمة تحملها ذاكرة أهل الحي أثناء عمل حفر مشاريع الصرف الصحي والتجهيزات للمشاريع فوق المقبرة المنسية. كان بداية حفر المياه القديمة لسقي ضرمة قديم، قبل كما قبل ما تجي الآلات الحفر كان فيها عمال يحفرون وكان يطلعون الجثث، وكان بعضهم بعض يلعبون بالجماجم، يرمون الجماجم بعضهم على بعض، خوف بعضهم بعض. بعد ما جي حفر المياه الصرف جماجم كثيرة طلعت لهم. نعم كثيرة. كان بعد ما جت حفر الصحجة الآلة الحفر هذه الشياول كانت تطلع جثة ناشبة كذا كاملة ويرميها هناك على العقب. انت شفتها؟ نعم. فبعد المغرب جت القطط تاكل في تلقى عصب باقي تاكل منه. القطط تاكل في عظامة. نعم تاكل تلقى عصب في الركب باقي عصب في الركب تتعلج فيه. عظام الأموات. يا عظام الأموات نعم. لكم مراجعات مع جهات حكومية الآن؟ والله أن مع يعني اتصالنا قوي مع المحافظ وهو رجل خير وصراحة معنا قلبا وقالبا، لكن إشكالنا في البلدية هي اللي صراحة نرى منها التعنت. يعني آخرها يوم الجمعة أن الآن نتحدث يوم الأربعاء القريب يعني تلاعبوا حتى أخرجت المعاملة، مع العلم أنها أتت لهم من شهر 11 ولما أتيناهم قالوا أصلا ما عندنا معاملة. بطريقة أو بأخرى وباتصال من المحافظ جزاه الله خير أخرجت المعاملة. في الوقت اللي حفروا فيه للهاتف والله جيت وشفتها قبور، أنا كنت صغير. في الوقت اللي حفروا فيه للصرف الصحي لما جاء الصرف الصحي عندنا جيت وشفتها قبور. شفت قبور جثث والله، بعضها شفت جدايل عمايل، جدايل عمايل تعرف أن هذا قبر مرة وهذا قبر رجال، وقبور متسلسلة، ما هو قبر واحد ولا تقول قبر، قبور متسلسلة على حد الحفر تشوفها فعلا مسطرة. واحد من الأهالي الله يغفر توفى الله يرحمه يوم قمت مسها هذه خذ معه جماجم وعظام في كرتون طلع بإدارة التعليم، قال يا ناس خوف والله اتقوا الله اتقوا الله خوف والله شوفوا الأموات حطوا فوقهم مدارس، ولكن لا يجي ما نقعد لا حياة المتنادي. وتوفى الرجل هذا اللي رحمه الله يغفر رحمة المسلمين. لكن أقيمت مدرسة ودرسوا فيها. أقيمت المدرسة ودرسوا فيها وكان كم جلسة المدرسة؟ من عام 1398 ما أبطت انهارت، كان مدارس جاهزة الأول هذه اللي كان كانت ما تعيش. وباقي من أثر المدرسة الآن؟ نعم باقي الأثر هذا، باقي الغرفة هذه. نعم الغرفة هذه من أثر المدرسة باقي. تساؤلات كثيرة حملها الأهالي، لماذا لم ينفذ في هذا المخطط الكبير سوى الطرقات التي فوق المقبرة، بينما طرقات أخرى أبعد لم تنفذ؟ ناهيك عن سؤال بدهي وهو هل ضاقت الأرض ولم يوجد مكان لبناء مدرسة ورصف طريق سوى فوق قبور أولئك المؤمنين؟ في ملاحظة في المخطط هي أثارت صراحة قريحة أهل ضرمة بشكل عام كلهم، أن الشوارع ما نفذت اللي في المخطط المعتمد من عام 1395 إلا أجزاء منه. لو تلاحظ الآن أن المقبرة اللي ثم من شوارع منها معينة اللي هذا زي الشارع هذا نص ثم من والنص الباقي ترك ما نفذ. ليش؟ لأن هذه أراضي فاضية مقبرة وهذه بيوت مملوكة تركت البلدية. طيب تطالب بالبدائل، هل البدائل موجودة في المخطط؟ اثنين واحد اثنين ولم ينفذ. هذا يعني بديل لك تقول شو لنحط الشوارع اللي فيها شبهة وفي المقبرة نحطها شوارع مكان آخر؟ نعم احنا نقول الآن البلدية تغلق وتقول ما وجد بدائل، هل البدائل اثنين هنا شوارع اثنين معتمدة المنطقة المعتمدة والمخطط معتمد.